السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ المطالسي مع وصفة جديدة وفيديو جديد الذي نقدم لكم فيه هالطاجين. درته الغداء، قلت علاش ما نشاركوش مع المشاهدين ديالي اللحم بالبطاطا القصبية اللي راها موجودة في هذا الوقت هذا وبثمن رخيص، يعني ماشي غالي. وبزاف النصائح اللي نعطيكم بالنسبة للفتيات المبتدئات اللي ما كيعرفوش كيديروا يطيبوا بطاطا قصبية، حيتاش هي اللي ما عرفناش ليها راها كتكنزز ما كتبغيش كطيب، كتجيف يعني ما كتبغيش طيب، واللحم كيدير يطيب لنا دغيا في الطاجين وما يجيناش قاسح. وهاد البطاطا القصبيه راها كتواتى بزاف مع اللحم. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش البارطاج مع العائله والاصدقاء، ونبداو على بركه الله في المقادير. كما كتلاحظوا هنايا الطاجين كنديروا فيه البصله، واحد البصله كنشلضوها تكون من الاحسن بصله كبيره، وكنديروا واحد المطيشه حتى هي كنقطعوها دواور، كنقشروها ونقطعوها دواور. وهنا كنحطوا اللحم اللي كنكون غسلناه ونقيناه من قبل، يكون على حسب اعداد افراد العائله. انا هنا استعملت اللحم تاع البقري، يمكن لكم ديروا اي لحم، المهم اللحم هو اللي كيتواتى مع بطاطا قصبيه. غادي نضيف له زيت الزيتون وغادي نخليه كيتشحر. هنا اهم حاجه ان اللحم باش ما يتكنزش لينا، ما يجيش قاسح، خصنا نجهدوا عليه سواء الطاجين اولا البوطه اولا عفوا اولا الكوكوط، كنجهدوا عليه باش ما كيخرجش داك الماء ديالو. لحقاش الا خرج داك الماء ديالو حتى هو داير بحال، المهم بحال الشكل نتاع الحوت الكروفيت والكالامار، خصنا نجهدوا عليهم باش ما يطلقش الماء ديالو. الا طلق داك الماء ديالو كيجينا مكنزز ويابس، يعني ما كيجيناش، من الاحسن كنجهدوا عليه باش كيجينا رطب. المهم غادي نخليوه على جنب وغادي ندوزوا للعطريه اللي غادي نحضرها معكم. هنايا كناخذ واحد الجبانيه ولا زلافه، كل واحد شنو كيقول ليها. غادي نضيف واحد 3 دريسات نتاع الثومه اللي غادي نطحنهم بحال هكا ولا نقطعوهم رقاق، نصف ملعقه نتاع الابزار، ملعقه نتاع الخرقوم، وملعقه نتاع سكينجبير، ما تكونش عامره بزاف. الا كانت تحميره حتى يمكن لكم تضيفوها، انا هنا ما كانتش عندي متوفره. والملح على حسب الذوق، انا درت واحد نصف ملعقه صغيره، ما كتعجبنيش الملح بزاف. صافي غادي نمرقوا هذا الشيء هذا. المهم هنا اللحم راه حنا خليناه حتى تشحر مزيان مزيان، عاد يعني حتى ولات ديك البصله معسله هي وديك مطيشه، عاد غادي نضيفوا الملح. الملح علاش ما ضفناهاش من الاول؟ حيتاش ما كيخليناش اللحم دغيا يطيب، نخليوه حتى زعما يطيب شي شويه، عاد غادي نضيفوا له داك الملح وداك العطريه باش ما تحرقش من الاول. هنا كما كتلاحظوا راه طاب، يعني راه واحد 80% اللي طاب اللحم، راه دغيا دغيا وجد. وهنا الا كان عندكم، انا هاد اللحم البكري صغير، حيتاش كنعرف صراحه داك القزار اللي كنتقضى عليه، كيعرفوا الزوج ديالي يعني كيجيب اللحم غير صغير وزوين. هنايا يمكن لكم تضيفوا عديمات نتاع التمر، انا ما كانوش عندي متوفرين، وهذا اللحم صغير راه دغيا دغيا وجد. تبعوا معايا غير الطريقه، راه دغيا يوجد لكم اللحم، ما ديش يتكنزز لكم، واخا غير في الطاجين بلا ما ديروه في الكوكوط. هنايا البطاطا اللي كنا نقيناها من قبل ووجدناها، انايا درت واحد البطاطا عاديه وغادي ندير معاها قصبيه. هنا يمكن لكم ديروا غير القصبيه راه كتجي زوينه، انا هنا البطاطا عاديه درتها على حسب عندي واحد التربيه باقا صغيره، يعني ضروري خاصها البطاطا العاديه، ما كتبغيش تاكل لي بطاطا قصبيه. كنديروا الربيع قصبر ومعدنوس اللي كنقطعوه من قبل، كنديروا واحد الرشه كما درت بحال هكا فوق اللحم باش كيشرب اللحم حتى هو الربيع، وكنديروا عود النصف الاخر كنديروا فوق البطاطا قصبيه. هنا كما كتلاحظوا كنوريكم بطاطا قصبيه انكم ما تقطعوهاش بالطول، الا قطعتوها بالطول دغيا كطيب وكتبقى كتفرتت، من الاحسن كنقطعوها هكا بالعرض باش كتبقى شاده راسها. بحال دوك البطيطات اللي كيكونوا كبار من الاحسن كنقطعوهم بالعرض، ما كنقطعوهمش بالطول، حيتاش الا قطعناهم بالطول راه البطاطا دغيا كتخسر، يعني دغيا كتهبط وكتبقى ما كتبقاش شاده في راسها. من الاحسن كنقطعوها بحال هكا. كنضيفوا الربيع من الفوق واحد الشويه، واحد شويه الحامض ومزيوده، الا كانت عندكم مزيوده نتاع الحار كتضيفوها، انا هنا ما كنبغيش ندير، عندي قلت لكم تربيه صغيره ما يصلحليش ندير الحار. صافي كنغطيو عليه كنخليوه حتى يطيب. هنا بطاطا قصبيه السر ديالها انها باش ما تكنزش، هنا كنخليوها كطيب حتى كدوز ربع ساعه، كنقصوا عليها حتى كدوز ربع ساعه، عاد كنحلو ونشوفوها واش طابت. الا حلينا قبل ديك ربع ساعه راه كيضرب فيها الهواء، خصوصا دابا الحال بارد كيضرب فيها داك البرد، صافي كتكنزز هي، يعني راه دغيا كتجيف اولا دغيا كتكنزز، ما كتبغيش تزيد تكمل الطياب ديالها. وهنا بعد ما دازت راه دازت واحد 20 دقيقه، صافي دغيا دغيا وجدات.
هنا نتوما كما كتشوفوا المرقه ملبيه خاتره، البطاطا طابت، القصبيه طابت، اللحم حتى هو راه طاب. وما نقولش لكم هاد الطاجين كيجا زعما الصراحه رائع، دابا الحال بارد، راه غير تاع الطويجنات. ايوا نخليكم في امان الله وحفظه، والى اللقاء في فيديو مقبل ان شاء الله وبحول الله.